رهف ونيران وأخريات شاركنا في مهرجان اللغة الإنجليزية الأول في سامراء بمحافظة صلاح الدين عبر فعاليات مختلفة منها الغناء والقصص. المشاركات اعتبرن المهرجان فرصة لتطوير لغتهن الإنجليزية. هذا المهرجان المبدع والجميل اللي يعلم اللغة الإنجليزية ويساهم في تعليمها لكل الناس. أنا فرحان إنه أنا شاركت بهذا المهرجان وزدت من أفكاري الفكرية. أنا طالبة في الخامس الإعدادي من جنة العراق، وموضوع اليوم هو التجارب الشخصية، وهذه المسابقة كانت جدا رائعة وحسيت أنه اللغة هي أحد هواياتي المفضلة. وشارك في المهرجان 24 مدرسة من قضاء سامراء، قسم طلبتها إلى 100 فريق للمشاركة في الفعاليات، ومن أبرزها الأداء المسرحي والخطابة. ويأمل القائمون على المهرجان أن يكون نواة لإعداد فرق تشارك في فعاليات مماثلة داخل العراق وخارجه. هذا أملنا وهذا كان هدفنا في إنشاء هذا المهرجان إن شاء الله، لأنه أكو طاقات موجودة مخزونة عند الطلبة حاولنا إظهارها في هذا المهرجان. منحهم الفرصة أن يبرزوا طاقتهم هو لجعلهم في المستقبل يتعاملون بشكل أكثر سلاسة مع الآخرين، كون اللغة الإنجليزية اليوم أصبحت من اللغات الأساسية في العالم. ويهدف المهرجان إلى تطوير قدرات الطلبة والتلاميذ في النطق السليم للأحرف الإنجليزية. ويتزامن هذا المهرجان مع تسجيل إقبال لافت على معاهد تعليم اللغة الإنجليزية في بغداد والمحافظات. الغاية مالتي من تعلم اللغة الإنجليزية هو الانفتاح على الأسواق العالمية واستخدام الإنترنت في التسويق للبيع المنتجات الخاصة بي، لكون يعني صاحب عمل خاص. آلية تدريب كما أشرت سابقا نسميها reactionary، تعتمد على استنطاق الطالب، تشجع على استنطاق الطالب وحثه على الكلام بأسرع وقت. العمل والدراسة خارج البلاد أسباب رئيسة تدفع الكثير من العراقيين لتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا التوجه عزز من انتشار معاهد تعليمها في بغداد والمحافظات. أحمد جمعة، الحرة، صلاح الدين.